نقلب بقى المحشي. ايوه حد خشي. جرب يقلب المحشي قبل كده؟ لا. انا لا الحمد لله ان شاء الله ما نلغوش الدنيا. انت بتطبخ؟ ما نبوظش هدومنا. ما بعرف. بسم الله. سمي. بتاكل بس؟ بعمل فشار بس. اوكي فشار. اوكي برافو. انا قلت اتكلم بقى عشان لو لا قدر الله حصل حاجه هنا بقى ايه يا خبر ابيض. انت شايف؟ اوه انت شايف ولا بلد؟ بصوا بص بقى ايه ده بصراحه شكله جامد. وادي البصل اللي هي بتقول لك عليه. بص ادوين بيحب البصل ده جدا. خطير. بصي الشكل على الشاشه عامل ازاي. وبص اللحمه واخده لون. انا بصراحه يا جماعه ضد ان احنا ناكل لحمه او فراخ من غير لون. بحس ان انا اصلا مش مبسوطه. ماشي. احسن حاجه ان انت تكرمل الحاجه دي كويس على النار. اول حاجه شكلها بيبقى الطف، تحس ان انت نفسك تاكلها اكتر. تاني حاجه بيبقى مثلا بس بتكرمليها ازاي برضو؟ تعالي نرجع ان انت تديها لون على اي حاجه فيها سكر. بزبده بس؟ بزبده، بسمنه، بزيت، اي حاجه. ماشي. بس انا بحب الزبده. ماشي. وبعدين اللحمه مع الزبده لما تحرقيها، مش تحرقيها قبل ما توصل للبني على طول. مع اللحمه مع البرجر احلى طعم في الحياه. اوكي. انا بالنسبه لي لحمه اي نوع من انواع اللحمه مع الزبده، الزبده قبل ما تتكرمل على طول قبل ما تبقى بني، تدي حاجه مع احلى ريحه. هو اصلا ده الطعم اللي نزل هنا كله. انا عندي سؤال غريب جدا. في ناس بتحط 7 اب على اللحمه، ده صح ولا؟ بصي انا كل حاجات السودا دي انا مش فيها خالص. فبستبعد قوي. انا في ناس بتعمل والله في ناس بتعمل كبده بال 7 اب. بس انا ماليش بقى في الحاجات دي. لا والله. لا الحاجات الغريبه دي ماليش فيها خالص. المهم المحشي عملناه ازاي. انا بحب بصراحه اسويه، ما بحبش اسبك قوي المحشي، بحب اسويه ني في ني اكتر. بنحط الاول هنا بصراحه اتعمل بسمنه. المحشي نفسه سمنه، بصل، ندي البصل لون. بعديها هنحط شويه طماطم مبشورين، وبعدها هنحط عصير طماطم، ونسيبها تتسبك حاجه صغيره مش كتير عشان كل الحاجات دي ما تروحش طعمها. أوكي. بعديها نقفل على النار ونحط الخضره. شبت شبت اقل حاجه نص حزمه، وحزمه عشان ريحته قوي. ريحته طعمه قوي جدا. وحزمه بقدونس وحزمه كزبره خضراء. نقفل ده يعني حزمه حزمه ونص حزمه بالظبط. اوكي. نقفل، نزود الرز، نقلب تقلبتين، سيبه يبرد عشان عندنا ما تتلسعش. ان عادي ورق العنب نلف بقى، نقعد بقى للصبح بقى نقعد نتسلى قدام التلفزيون نلف الورق العنب. والريش نفسها ما عملناش فيها اي حاجه. الزبده زي ما قلت لك نسيبها لحد ما تبقى بني، نحط الريش تاخد لون، نفس الحاله اللي احنا عملنا فيها دي. ممكن استخدم ريش او اي نوع من اللحمه؟ اي نوع لحم. اي نوع لحم. اوكي. وعملتها بتلو عشان ادورد، تديها لون من ناحيتين. وبعديها نكون عامله بقى اي ستوك، اي مرقه، فراخ، لحمه، حمام، بط، اللي انت عايزاه. حتى لو انت مستخدمه لحمه استخدمي اي مرقه. نحطها، نكون غاليينها نحطها. بس الاول بقى تحت نحط بصل، طماطم، جزر، ليمون تحت. الرقات دي اللي بالزبط. انت كنت بتقول بتحبها دي. هو سرح جوه الورق العنب. هو سرحان جوه. للاشتراك زوروا موقعنا alfatv.com او اتصل على الارقام التاليه. الفا قنوات الأسرة العربية.